السلام عليكم. إن كنتم من المتابعين الجدد لقناة أخبار المنتخب المغربي فلا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. كسر مزدوج للأسف على مستوى الرجل يبعد حمزة أسرير حتى نهاية الموسم في لقاء اليوم الذي جمع بين أولمبيك خريبكا والنهضة البركانية. لاعب نهضة بركان البحيري يتسبب في كسر اللاعب أولمبيك خريبكا حمزة أسرير، ومن الممكن أن ينهي مساره أو يغيب على الأقل أزيد من سنة. قدر الله ما شاء فعل، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك يا رب. البحيري إذن ينهي موسم حمزة أسرير بكسر ضمن ثمن نهائي كأس العرش بعد تدخل خشي من لاعب نهضة بركان بحيري في آخر انفاس المباراة التي جمعت بينهما الحساب ثم النهائي كأس العرش.